المخرج من هذه الفتن التي أشار إليها في الحديث السابق، يصيبها بلاء أمور تنكرونها، هو بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولزوم ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من فهم لهذا الدين وترك ما سوى ذلك والابتعاد عن الفتن وعن أسباب الفتن ودواعي الفتن، وأن يشتغل الإنسان بما يعود عليه نفعه، يقبل على مصلحة نفسه، يقبل على مصلحة نفسه وأهله ذويه وجيرانه وأقاربه علما وعملا، يقبل على مصلحة نفسه ويعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأكثر مشاكل الناس اليوم بسبب الإخلال بهذا التوجيه النبوي. النبي قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح كذلك أن الناجون أن الناجين من أمته هم الغرباء في آخر الزمان. قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي رواية قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي رواية قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. والمؤمن في هذه الحياة يتعامل مع الواقع كما أرشد الله عز وجل وكما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا فسر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: هذه لها تفسيران الآية ولها حالان. حال يكون الحق فيه ظاهر وأهل الحق فيه ظاهرون والسنة فيه ظاهرة والمعروف فيه ظاهر، فهذه ينطبق عليها ما جاء في قول أبي بكر رضي الله عنه، قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها في غير مواضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هي عكس الأولى، وهو أن يكون الشر هو الأكثر وهو الأعظم، والخير غريب قليل، وأهل الشر هم الأكثر نفوذاً الأكثر ظهوراً. فحينئذ قال شيخ الإسلام: يصدق عليها على هذه الحال ما جاء في حديث أبي ثعلبة وفي حديث عبد الله بن عمر. أما حديث أبي ثعلبة فقال فيه عليه الصلاة والسلام لما ذكر حال الناس وكيف قال: حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العامة، فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، أجر العامل فيهن للعامل فيهن كأجر 50 منكم، يقول النبي للصحابة. قال شيخ الإسلام معلقا على هذا: فإذا لم يبقى لأهل الفجور إصغاء إلى البر بل يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى، سقط التغيير باللسان وبقي بالقلب.
ثم ذكر عليه رحمة الله قال ولكن في الآية فوائد عظيمة. ذكر في الآية قال ولكن في الآية فوائد عظيمة، ذكر خمس فوائد يعني تعتبر هي منهج لنا في هذا العصر الذي نعيشه. الفوائد الخمس، من هذه الفوائد الخمس قال ألا يخاف المؤمن، طبعا هو الآن بناء على استنباط من هذه الآية، قال ألا يخاف المؤمن من الكافرين والمنافقين فإنهم لن يضروه إذا كان مهتديا، إذا كان مهتديا. الأمر الثاني قال ألا يمد عينه إلى ما أوتوه، يعني الحكام والسلاطين، إلى ما أوتوه من السلطان والمال، فإن الله قد نهى عن ذلك في قوله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فإذا كان لا يمد عينه إلى ما أوتوه فمعنى هذا أن لا ينافسهم فيه، فإن هذا خطر عليه، خطر على دينه. ولا يوجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث واحد يحث على المنافسة في مثل هذا، بل قد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري والله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. الأمر الثالث قال لا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع، لا في ذمهم ولا في هجرهم ولا في بغضهم ولا في غير ذلك. ثم ذكر الآيات التي تنهى عن الاعتداء عن، وذكر أيضا من الفوائد أن يقبل المرء على مصلحة نفسه علما وعملا، وألا يتدخل فيما لا يعنيه من أمور لم يؤمر بها، كما قال صاحب الشريعة من حسن الإسلام مرء تركه ما لا يعني. قال وإذا رأيت، قال وما أكثر، لما تكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكيف أن الناس فيه طرفان وسط، قال وما أكثر ما يصور الشيطان، ما يصور الشيطان للعبد الظلم والاعتداء يصوره له بالأمر بالمعروف وأنه أمر بالمعروف وأنه نهي عن المنكر، وهو ليس أمر بالمعروف وليس، وإنما هو من تصوير الشيطان ومن تلبيس إبليس. إلى أن قال عليه رحمة الله وإذا رأيت ما حدث بين في هذه الأمة بين أمرائها وعلمائها وعبادها وجدت أن أكثره من هذا الضرب وهو البغي بتأويل أو بغير تأويل. المقصود يعني أن المؤمن في هذه الحياة وفي هذا العصر الذي نعيشه عصر الفتن عليه أن يبتعد عن الفتن وأن يكون يعني حلس بيته يبتعد عن الفتن بقدر ما يستطيع ولا يدخل فيها، وذلك أن اشتغالك بالفتن سوف يصرفك عن الدين. ولهذا تذكرون في الحديث النبي قال إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه. إيش معنى تفتتن أمه؟ معناها أن تترك الصلاة وتعتني بابنها. فالفتنة هي كل ما صرفك عن الدين، كل ما صرفك عن الدين صار هذا فتنة لك. ومن ذلك السياسة اليوم والتنافس عليها وحث الناس على الدخول في الفتن ومنازعة الحكام، وهذا كله من الأمور التي ما أمر الله بها ولا رسوله، بل نهي عنها نهيا عظيما ونهيا بينا ونهيا شديدا. القواعد المعروفة عند أهل العلم أن اشتغال الإنسان بما لم يأمر به يصده ويصرفه عن الاشتغال بما أمر به، ولهذا قال تبارك وتعالى عن بلقيس وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين.
فالاشتغال بالبدعة يصرفك عن العمل بالسنة، الاشتغال بسماع الغناء والموسيقي يصرفك عن سماع القرآن، والاشتغال بالنظر إلى الصور والمحرمات يصرفك عن قيام الليل وعن العبادة، وهكذا هكذا تكون الأمور. ولهذا جاء في حديث حذيفة بن الحارث المرفوع إلى النبي عليه قال: ما أحدث الناس بدعة إلا رفع عنهم من السنة مثلها، والله عز وجل ما أمر الأنبياء ومنهم نبينا ما أمرهم إلا بالبلاء. والواجب على أهل العلم والدين إن كانوا ناصحين أن يبينوا هذا الدين بيانا شافيا قاطع للعذر، هذا الواجب عليهم، وما عدا هذا فإنه لا يجب عليهم، بل يحرم عليهم الدخول فيه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.